المعادلة التفاضلية الخطية قلنا الـ dependent variable، بنطلع على الـ dependent variable. عندنا هنا الـ dependent variable مثلا هون y، ها مشتقاته dy by dx، ماشي dy by dx d square y by dx. لاحظوا هذولا يعني المشتقات كليات لينير ما عدا المشتقة هاي، المشتقة هاي مرفوعة للباور 2، ماشي ما دام مرفوعة للباور 2 إذا هاي تحولت لمعادلة غير خطية. لو كانت هاي مثلا الواي هون، لو كانت هاي مش موجودة اثنين وكانت الواي عندنا مثلا مرفوعة على القوة نص أو تحت الجذر، برضه بتكون غير خطية. وبالتالي المعادلات التفاضلية غير الخطية non linear equations عادة بكون التعامل معها شوي أصعب، حلها أصعب شوي من linear equations. هل في عندنا إحنا non linear؟ طبعا راح يمر معنا كثير من الكيسز، الفينومينا ترانسبورت فينومينا سواء بالماس أو بالهيت أو بالمومنتم، يعني اللي هي الانرجي مومنتم ماس بالانسز، راح يمر علينا تطبيقات وتكون فيها تطلع عندنا معادلات تفاضلية غير خطية. بدنا نشوف how to deal with those، كيف نقدر نحلهم وكيف نتعامل معهم. التصنيف الأخير اللي بهمنا له موضوعنا، المعادلة homogeneous ولا non-homogeneous. هلأ إذا كان اللي بعد يساوي هذا هنا، إذا كان صفر بتكون هاي اسمها المعادلة homogeneous. homogeneous إذا كان اللي بعد يساوي إما ثابت أو أي function of x، أي function of x بتكون المعادلة هاي إيش؟ بتكون المعادلة هاي non-homogeneous. إذا المعادلة اللي بحالتنا هو non-homogeneous. طبعا أنا راح أعطيكم أمثلة كمان ونشوف كيف نصنف المعادلة هاي. رقم اثنين زي ما أنتم شايفين هون، في عندنا partial، أول شيء partial differential equations وليست ordinary differential equation. هلا بالنسبة لللينياريتي زي ما أنتم شايفين ما في ولا term مرفوع للباور غير الواحد، وبالتالي هاي linear equation. بالنسبة للأوردر second order، لأنه هاي على derivative زي ما انتم شايفين second derivative of temperature، ماشي. طبعا homogeneous ما في عندنا term function of يعني independent variable لحاله مبين. اوكي طبعا degree زي ما قلنا first second order first degree. طيب خلينا ناخذ هلا امثله نشوف كيف نتعامل مع الكلاسيفيكيشن للديفرنشال ايكويشن. زي ما حكيت لكم الكلاسيفيكيشن تول مهمه جدا، لانها عن طريقها بقدر احدد ايش اليه حل المعادله التفاضليه. المعادله الاولى دي واي باي دي اكس بلس واي سكوير يساوي ساين اكس. دي واي باي دي اكس بلس واي سكوير يساوي ساين اكس. فشو رايك بهاي المعادله؟ اول شيء is it an ordinary differential equation؟ سمعوني صوتكم. هاي معادلة تفاضلية عادية ordinary. anybody here يا جماعة؟ لا دكتور. نعم. ordinary ممتاز. طيب نيجي على الموضوع الثاني. الorder، ايش الorder للمعادلة هاي؟ واحد first order، صحيح، لأنه أعلى derivative عندنا هي first. الدجري طبعا كمان واحد لأنه هاي الderivative عندنا برضو مرفوع على الباور 1. طيب نيجي هسه على موضوع اللينياريتي، هل المعادلة هاي linear ولا non-linear؟ non-linear. ليش non-linear؟ صحيح، بس ليش؟ y square. y square. طيب لو كانت هاي sin x square بتصير نون لينير، وهي كانت واي بدون، يعني هاي كانت واي وهي ساين اكس سكوير، بتكون لا لا لانه اندبندنت اكس اندبندنت. ايوه يعني بتكون ستيل لينير. اذا احنا بنطلع دائما اما على الديبندنت فاريبل او على المشتقه تبعت المعادله. اذا كانت اي واحد فيهم نون لينير مرفوع على باور غير الواحد بتكون نون لينير. تمام نيجي على هلا موضوع الهوموجينيوس ونون هوموجينيوس. هاي المعادله ايش تصنيفها؟ non-homogeneous exactly. لأنه بعد اللي يساوي يعني الترم اللي هو الاندبندنت ترم موجود عندنا قيمته non-zero حتى لو كان constant، يعني بدل sin x لو كانت مثلا واحد أو constant still اسمها non-homogeneous، لأنها طبعا هاي
حلها بكون مختلف. تمام، نيجي على المعادلة الثانية. وفي سؤال، في إذا في أي شيء يا جماعة إحنا بنعمل ريفيو، يعني إذا في أي شيء رجع مش واضح خبروني. المعادلة الثانية أول شيء ordinary، واضحة هاي. الأوردر first ولا second؟ ها؟ second. second order. تمام. طيب الdegree؟ second degree. تمام ممتاز، second degree. طيب linear ولا non-linear؟ non-linear. ليش non-linear؟ السكوير الموجود. يس، السبب السكوير هاي، وجود السكوير هاي خلاها non-linear. صحيح، لأنه إما الفاريبل نفسه dependent variable أو واحدة من المشتقات بدها تكون مرفوعة لطور غير الواحد. رجاء تنتبهوا على هذا موضوع اللينياريتي، لأنه يعني هذا كثير بفرق معنا لما نيجي على حل الديفرنشال إكويجنز. يعني معادلة زي هاي أو زي هاي لما يتهيأ لكم أنه حلها سهل، it is very complicated. يعني كل مسألة بكون لها، خاصة بالنسبة للنون لينير إكويجنز، بكون كل واحدة لها طريقة حل مختلفة عن الثانية. تمام؟ هلا احنا بدناش نحل كل شيء. يعني احنا مثلا المعادلة هاي على سبيل المثال، هون هاي المعادلة اللي شفتوها هون، يعني هاي بارشل ديفرنس، هاي بتمثل الهيت إكويجن. الهيت إكويجن مهمة بالنسبة لنا، بهمنا نعرف كيف حلها، مش هيك دكتور؟ نعم. هاي المعادلة هوموجينيس ولا لن هوموجينيس؟ لحظة، هاي نحن جايين شوي، بس خليكي معي لحظة. مؤمن، ايش سؤالك يا مؤمن؟ دكتور كيف اعرف اذا هي هوموجينيس ولا نون هوموجينيس؟ هلا مرة ثانية خلينا نرجع. انتوا بتحكوا على المعادلة اللي فوق هاي؟ هاي؟ لا احنا الديفرنشال إكويجنز خلوهن هلا، خلينا نركز على الاوردينري. هاي كيف عرفنا انها هاي؟ اول شيء نون هوموجينيس، هوموجينيس عفوا، لانه الديبندنت فاريبل بتطلع على الاندبندنت فاريبل لما يكون لحاله. يعني زي هون هذا اندبندنت فاريبل لحاله، هون شايفينه بدون واي، بدون ديبندنت. اذا كان نون زيرو، نون زيرو بتكون ايش؟ نون هوموجينيس. حتى لو كان هون عندنا مثلا قلنا واحد بدل الساين اكس، بتكون ستيل اسمها نون هوموجينيس. هون هاي المعادله هوموجينيس لانه تساوي صفر. لو حطيتوا اي قيمه بدل الصفر، هاي اكس، اكس تربيع، كونستنت، رقم، اي شيء، بتكون ايش؟ بتكون نون هوموجينيس. بس بالحاله هاي هي ايش؟ هوموجينيس ولكن نون لينير. طيب ماشي. المعادله هاي طبعا هاي بارشل، اول شيء مبين لانه الدو، شايفين هاي الرمز بنسميه دو، بالبارشل بنسميه دو، هون بنسميه دي، دي دو. تمام، بس هاي التوضيح. يعني احنا راح نرجع باخر الفصل ان شاء الله نوصل على البارشل ديفرنشال اكويشنز ونعطيكم تطبيقات مختلفه. هلا في عندنا هون بحالتنا هاي، لاحظوا ما في عندنا اول شيء الاوردر. ايش هاي الاوردر هون؟ ايش الاوردر للمعادله هاي؟ هلا بدكم تنتبهوا انه في مشتقه برا هون، شايفينها؟ في مشتقه، فهي المشتقه اللي برا راح اشتق الان الار بالتشين رول، بعدين اشتق هاي، لما اشتق هاي بتصير سكند اوردر. المشتقه هاي خلتها سكند اوردر، مع انها مبين انها فيرست اوردر، فهي سكند اوردر. تمام؟ طبعا هاي الـ very common diffusion equation اللي هي function of time and r اللي هو radius، هي راح تمر علينا يعني. تمام، فلاحظوا الـ partial differential equations احنا فقط بنهتم بالاشياء اللي لها تطبيقات، الـ heat equation، الـ momentum equation، الـ mass، في عندنا equations مختلفة وراح نتعلم كيف نحلها ان شاء الله. تمام، اذا هاي second order linear طبعا، لانه ما في شيء يعني تربيع او جذر او هذا، فهي لينير. هلا بالنسبه لهوموجينيس ونون هوموجينيس، هون واضح انها ايش؟ هوموجينيس، لانه ما في عندنا الاندبندنت فاريبل اللي هو ار او تي، ما في واحد مبين لحاله. تمام؟ طيب
إذن هاي بالنسبة للكلاسيفيكيشن. أنا بالعادة بحط لكم هوم ورك يعني مشان تتدربوا وتتأكدوا أنكم تعلمتوا كيف تعملوا الكلاسيفيكيشن. وحتى إحنا لما نبلش نحل ونأخذ المودلز والهذا، أول خطوة رح نعملها إنه نعمل كلاسيفيكيشن للديفرنشال إكويشن مشان أتأكد إنه موضوع الكلاسيفيكيشن فهمتوه كويس. يعني it is a must إنه تكونوا فاهمين إيش الكلاسيفيكيشن للديفرنشال إكويشن، تمام؟ لأنه هذا كثير بساعدنا على إنه إن يعني طريقة الحل، طريقة الحل. ماشي. طيب ترى على فكرة بدي أحكي لكم المنظر اللي وراي هذا مش حقيقي، لا تفكرون مش قاعد على الشط أنا ترى، تمام؟ المنظر اللي مبين وراي مش حقيقي هذا. ماشي. طيب هلأ المعادلات التفاضلية طبعاً إحنا الهدف قلنا نعمل ريفيو، فأول خطوة بدنا نعملها بدنا نشوف الـ most common differential equations. يعني بعد الـ classification بدنا نشوف الـ most common. أكثر إشي رح يمر عليكم ورح تلاحظوا إنه common اللي هو الـ separable equation. طبعاً الـ separable equation هي أسهل نوع من أنواع الـ differential equations، بس للأسف إنه مش دائماً الـ separable equation بتكون محطوطة بصيغة بتكون فيها المعادلة الـ separable، تمام؟ يعني هي جنرالي بتكون عادة يعني نقدر we can separate the variables. هنا مثلا g of y هذا function لحاله مع dy، وال h of x لحاله مع dx. بس لاحظوا مثلا هذا المثال هون، ماشي، show that the following first order ordinary differential equation is separable and solved. يعني لما نطلع عليها المعادلة الوهلة الأولى، طبعا ال y prime هاي اللي هي dy by dx، تمام، اللي هي differential. لما تطلع عليها على الوهله الاولى بتبين انها مش واضحه انها سيبرابل، مش هيك؟ بس لو عملنا شغله بسيطه، اخذنا الواي سكوير من الحدين هذول كعامل مشترك، هذا اللي عمله هون واي سكوير عامل مشترك، بضل عندنا هون اكس تربيع ناقص 2 زائد اكس تربيع ناقص 2، تمام؟ الان لو اخذت الاكس تربيع ناقص 2 من الحدين هذول، الحد هذا والحد هذا عامل مشترك، بضل عندنا هون y تربيع زائد 1، اللي هي الواي تربيع ظلت من هون وواحد من هون. فلاحظوا الان كيف صارت المعادله، y برايم يساوي x تربيع ناقص 2 مضروبه في y سكوير بلس 2 بلس 1، تمام. الان بالسيبريشن اوف فاريبل لاحظوا انا عندي هاي هون تمثل الدي واي باي دي اكس، مش هيك؟ يعني هذا الحد اللي شايفينه هون، هذا الحد شايفين اللي هو يمثل دي واي، تمام، باي دي اكس. تمام، تنهاية دي واي باي دي اكس هون، تمام. طيب اذا الان بقدر اجيب كل الواي هاي اللي عندي هون، ماشي، واوديها هون، هذا اللي عمله هون شايفين دي واي على واي سكوير بلس 1. طبعا بتكون انتبهوا انه الديفرنشال اوبريتر بضلوا دائما فوق، اوكي؟ يعني ما بعملها واي سكوير زائد 1 على دي واي، ما بتزبط، لازم الديفرنشال اوبريتر يكون دائما فوق، تعرفوا الاشياء هذا طبعا. وبضل عندنا هون الاكس تربيع ناقص 2 دي اكس، هذا البروسيس اللي عملناه هون اسمه السيبريشن اوف فاريبلز، سيبريشن اوف فاريبلز، تمام؟ إذا هلا بصير عندنا بقية المسألة هي عبارة عن ايش؟ عن انتجريشن. بدنا نحكي شوي عن الانتجريشن يعني هلا، تمام؟ هلا الانتجرال هذا اللي على اليمين اللي هو اكس تربيع ناقص 2، واضح الانتجريشن اللي هو اكس تكييب على 3 ماينس 2 اكس بلس الانتجريشن كونستانت سي. طبعا أي اندفينيت انتجرال يعني ما له حدود تكامل دائما بنحط ايش؟ انتجريشن فاكتور. وبتعرفوا شو قصته الانتجريشن فاكتور، أو ما بعرفش يعني إذا حكوا لكم، لانه احنا دائما يعني لما بكون في عندنا ديريفيشن اللي هي الانتي انتجرال، الديريفيشن للكونستنت نفسها الديريفيشن لزيرو، فكيف احنا بدنا نعرف انه كان في عندنا كونستنت ولا كان زيرو؟ بنحط على كل الاحوال كونستنت، تمام. هلا بس ملاحظه بعد شوي راح يطلع، تمام، فبترجعوا، تمام، اوكي، بعد شوي لانه هذا 10 دقائق، ضايل له 10 دقائق، ماشي، بس يطلع. نرجع نفس الرابط دكتور. نعم، نرجع نفس الرابط. نفس الرابط، تمام.
فماشي يا جماعة، فسي هذا فاهمينه. إذن هاي الجزء هذا سهل ما فيش. هلا نيجي على الانتجرال هذا اللي على الشمال. هلا تعرف موضوع الانتجريشن sometimes بكون tricky. طبعا انتو مثلا يعني لما بدكم تيجوا تحلوا سؤال بالامتحان ويطلع لكم انتجرال زي هذا دي واي على واي تربيع زائد، مش كل الناس مخطر على بالها انه بده يعمل التعويض المثلثي هذا الثاني انفرس، يعني بروبابلي تكون العمليه شويه كونفيوزنج. ففي عندنا شيء اسمه احنا الانتجريشن تيبلز. انتجريشن تيبلز، الانتجريشن تيبلز هي عباره عن انتجرالز كومن زي الانتجرال هذا، بتكون مثلا دي واي على واي سكوير بلس اي سكوير، تمام؟ هذا بدنا نعمل له، نطلعه من التيبل نعمل له انتجريشن، تمام؟ هاي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه اذا ما عندي التيبلز ممكن انا اروح على اي برمجيه، في عندنا برمجيات كثير راح نحكي عنها، وانا راح اعطيكم سيشن يعني اعلمكم كيف تستخدموا البرمجيات المختلفه مشان تطلعوا الانتجرال. فما بدي يكون يعني الانتجريشن بالنسبه لنا يكون يعني بيج ايشو، لانه هو فعلا بيج ايشو، يعني الانتجريشن هو بيج ايشو، بس ما بدي يكون بالنسبه لكم بيج ايشو. بهمني انه لما بدكم تحلوا سؤال يكون عندكم واضح كيف الطريقه اللي تحلوا فيها تطلعوا فيها الانتجرال بغض النظر، يعني سواء حليتوه بالطرق التقليديه التعويض والسبستيتيوشن والبارشل فراكشن، او رحتوا جبتوه من هالتيبلز جاهز، يعني نعلمكم كيف تستخدموا التيبلز. واضح هاي اللي بدي احكيه بالنسبه للانتجرال، تمام؟ اذا الان احنا هون طلع عندنا tan inverse y is equal to x cube over 3 minus 2x plus c. لاحظوا هلا هاي بنسميها الامبليسيت، implicit هاي الفورم بنسميها implicit solution. implicit solution معناه انا ما بقدر اخلي الاندبندنت فاريبل موضوع القانون، بما معناه يعني ما بقدر اعملها y يساوي function of x. هلا هون او general speaking linear equations بقدر احلها بالطريقه الاكسبليسيت اللي شايفينها هون، شايفين هاي اسمها explicit، explicit solution يعني y يساوي function of x. هاي هون بالفورم هاي اسمها implicit. مش دائما الامبليسيت فورم بقدر احولها للاكسبليسيت فورم، مش دائما الاشياء بتصير، خاصه لما يكون في عندنا نون لينير ديفرنشال ايكويشنز. هل الامبليسيت سوليوشن بعتبره هو سوليوشن؟ يس ات از ا سوليوشن. اذا تعذر اني احولها كاكسبليسيت سوليوشن واي فانكشن اوف اكس بخليها امبليسيت، بكون هذا هو السوليوشن تبعي. واضحه الخطوه هاي؟ فما يتهيأ لكم انه دائما الجواب النهائي لازم يكون y يساوي function of x. اذا بقدر اعمله انا y يساوي function of x هذا شيء كويس، اذا بقدر اعمله، اذا ما بقدر اعمله خلي هذا this is a solution ومقبول، وهذا solution مقبول، تمام؟ هذا افضل اكيد، هذا افضل، بس مش دائما بقدر اروح من هون لهون، ماشي؟ يا رجاء في شغلات انا بالdifferential equations راح انبهكم عليها اكثر من شغله، رجاء كنتوا تنتبهوا لها، تمام؟ يعني ما اعرفش انا لما اخذتوا انتوا الدف في ناس اخذوه من فتره طويله وفي ناس بروبابلي ما فهموهوش، يعني بدنا نحاول بالرغم من انه احنا مش موضوعنا دف هون، بس يعني بدنا نحاول انه نتغلب على مشكله الاشكاليه اللي حاصله differential equations. طيب هلا طبعا في plotting the solution، هذا الموضوع انا مش كثير بركز عليه، مش مهم كثير بالنسبه لي، تمام؟ زي ما حكيت لكم لما بكون في عندنا يعني عادة بالريفيو بكون في عندنا مواضيع كثير، يعني اللي بحب يتعمق أكثر يتعمق أكثر، بس الأشياء اللي بنشرحها إحنا بالكلاس هي الأشياء المطلوبة منكم. هلا الإكزاكت إكويجن هاي أنا ما بغطيها لأنه صراحة ما بتمر علينا إطلاقا خلال الكورس، بس يعني هو واحد من ال types of differential equations، يعني you can look at it if you'd like to review your information. بينما موضوع integrating factor بالنسبة لي مهم جدا لأنه في عندنا كثير تطبيقات عليه، يعني أنا راح أعطيكم هون أكثر إشي ركز لكم على ال differential equations اللي بتمر معنا اللي بتهمنا فيما بعد. طيب هلا لاحظوا إحنا دائما لما بدنا نحل بعد ما نعمل classification للdifferential equation بنطلع على موضوع
separation of variables أو separable equation. إذا كانت separable بالعادة بكون أسهل طريقة لحلها. طيب الآن رحنا ما لقيناها separable ولا لقيناها بتتحول بطريقة تصير separable، بدنا نشوف إيش نوعها. ماشي، وهذا بتبع على الكلاسيفيكيشن. يعني إحنا الخطوة التالية من الكلاسيفيكيشن نعرف شو نوع المعادلة، هل هي separable، هل هي exact، هل هي integrating factor and so on. تمام، في عندنا أنواع مختلفة من المعادلات. معادلات الـ differential equations زي ما قلت لكم كل نوع له طريقة حل مختلفة عن الثاني، بيختلف عن المعادلات الخطية والمعادلات الجبرية اللي هي لها طريقة عامة. يعني المعادلات الخطية فيها لها طريقة عامة للحل، المعادلات الجبرية فيها لها طريقة عامة للحل، هون ما في عندنا للأسف يعني. تمام، أنا طبعا بهمني خلال الريفيو هذا أتأكد أنه أنتوا يعني استوعبتوا موضوع differential equations، بتعرفوا تحلوا لما بتيجيكوا differential equation. فهي هاي زي prerequisite للكورس، إنه لما ندخل على الموديلينج، جزء الموديلينج والديناميك سيستم تكونوا familiar وcomfortable بموضوع differential equations. في ناس بدرسوا المادة مثلا ما بتطرقوا إطلاقا لdifferential equations، أنا بعتقد إنه هاي السياسة مش صحيحة، إنه أنا بدي الطالب يركز على فهمه للموديل ديفلوبمنت وما يظل عنده أي مشكلة في موضوع حل المعادلات التفاضلية. يعني مواجهة الموضوع من البداية أفضل. ماشي، فزي ما قلت لكم أنا بعطي عشان هيك بعطي يعني بالبداية مقدمة. طيب نيجي على معادلة بالفورم دي واي باي دي إكس بلس بي أوف إكس اللي هو أني فانكشن أوف إكس ألون ملتبلايد باي واي يساوي كيو أوف إكس. هلا لاحظوا هاي المعادلة بالفورم هذا اللي شايفينه ما بقدر أنا أحولها سيبرابل إلا إذا في عندكم طريقة سحرية، بدريش يعني إذا في عندكم طريقة سحرية تحولها سيبرابل هذا موضوع ثاني. فأنا بالفورم هاي ما بقدر أحولها سيبرابل. طبعا لو كان الكيو إكس مثلا عندي صفر أو كان البي إكس صفر ساعتها خلص صارت هاي، بس هاي بطلت إنتجريتنج فاكتور. لاحظوا هاي المعادلة لينير فيرست أوردر نون هوموجينيوس، تمام، بس مش سيبرابل. يعني هاي ما بنقدر نعملها سيبرابل. الان طبعا احنا راح تشوفوا بال يعني الكورس باك بالنوتس هاي في اشتقاقات كثير. يعني احنا بالماث عندنا اشتقاقات، بنضلنا نشتق القانون هذا النوعي. انا مش مطالبكم بالاشتقاقات اطلاقا، بهمني تعرفوا طريقه الحل. شايفين هذا المربع اللي حطيته هون، هذا اللي بهمني انا اكثر شيء. اوكي، الآن إذا بنبدأ إحنا بالخطوة الأولى بنعرف الـ Rx لـ Qx. ماشي، هلا الـ Rx هيو شايفينه هون الـ Rx اللي هو exponential of integral of bx. تمام، راح نأخذ عليها مثال، بس هاي بتهمني هون طريقة حل اللي هي الـ integrating factor. لاحظوا أنتم مش بحاجة تحفظوا إشي هون ولا ترسموا إشي، وانتوا بتعرفوا يعني المادة يعني بسجل راح تكون يعني open book. حتى أنا يعني حتى مثلاً هاي واحدة من المعادلات اللي ربما بيحتاجوها الطلاب بالامتحانات بحط لهم إياها، هاي معادلة integrating factor للي ما بحفظش. تمام، أنا بديش كل مرة تشتقوا طريقة الحل لأن هاي بتأخذ time consuming. عندنا مواضيع ثانية راح تمر علينا زي Bessel function مثلاً لي special functions. كمان هاي بحط لكم أنا بالعادة يعني الحل وال يعني عفوا المعادله وحلها مشان تكون بس انكم تعرفوا يعني تسوقوا عليها باختصار شديد. خلينا نشوف مثال. طبعا انا هذول الامثله يعني ما فيش داعي نعيد حلهم لانه محلولات عندكم موجودات عندكم، بس هي الهدف زي ما قلنا ريفيو. ضل دقيقه اذا بدك تعمل ميتنج ثاني. انا بس نطلع بنرد بنرجع على نفس الرابط. تمام، هينا ما احنا بنحكي. ماشي، إذن هاي المعادلة على بين ما تخلص الدقيقة دي واي باي دي اكس ماينس 2 اوفر اكس واي يساوي اكس. لاحظوا الخطوة الأولى طبعا في عندنا boundary condition، بنحدد البي اكس والكيو اكس. تمام، هاي أول خطوة. تمام، الخطوة الثانية بنطلع الار اوف اكس. اوكي،